يقول: هل المكسرات مثل الترمس والبنك تعتبر في مقام الشعير والبر في المعاملة التجارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر؟ يعني القصد أنه تدخل في ربا الفضل. ربا الفضل وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. هذه هي الأصل، أنها لا تجوز إلا أن تكون مثلا بمثل ويدا بيد إذا كانت مع بعضها، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، ولو اختلف الأنواع، ولو كان تمر برحي مع تمر سكري مثلا، أو إخلاص مع بريم مثلا، وكذلك الشعير بأنواعه، لا يجوز إلا أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، مثلا بمثل ويد بيد، اللي هو تمر بتمر أو شعير بشعير أو قمح بقمح أو ملح بملح أو ذهب بذهب أو فضة بفضة، لابد يكون مثلا بمثل يعني الوزن، وأيضا يدا بيد، هذا لابد منه. أما إذا اختلفت هذه الأصناف فالذهب والفضة يعدونها يعني نوعا واحدا، طيب قسما وهي الثمنية، والشعير والقمح والتمر والملح يعدونها معه الأطعمة. فإذا كان ذهب بفضة، ذهب بفضة وليس ذهب بذهب، ذهب بفضة، فإنه يجوز هنا عدم التساوي، يعني كيلو ذهب مقابل 20 كيلو فضة ما يضر، لا يشترط، لكن يشترط التقابض أن يكون يدا بيد. وإذا كان يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان ذهب بفضة يجوز التفاوت في الوزن، كيلو بعشرة كيلو مثلا أو 20 كيلو حسب، طيب، لكن أهم شيء يكون يدا بيد، سلم مستلم، ما في سلم الحين وسلم بعد ساعة أجيب لك بكرة، ما يجوز. كذلك الشعير مع التمر والقمح مع التمر والملح مع القمح وهكذا، هذه كذلك لا تجوز إلا أن تكون يدا بيد، لكن يجوز أن تكون متماثلة، غير متماثلة عفوا، يعني كيلو تمر مقابل 20 كيلو ملح ما يضر، لكن أيضا لابد يكون إيش؟ يدا بيد، سلم مستلم. أما إذا اختلفت تماما ذهب بتمر، يعني من الثمنيات مع الأطعمة ذهب بتمر أو فضة بشعير أو بملح، فهذه لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، ممكن تعطي ذهب اليوم وتستلم التمر بعد 17 يوم، 16 ما يصير، ها 16 طيب تستلم بعد 17 يوم، 16 أحد يأخذها صج الحين، طيب تستلم بعد أيام ما يضر، حتى لو لم تتماثل ولا يكون هناك تقابض إن اختلفت. يبقى هنا أمر، وهو هل الحديث مقتصر على هذه المذكورة، الحكم يعني مقتصر على هذه المذكورة، أو يقاس عليها غيرها؟ أكثر أهل العلم على أنه يقاس عليها غيرها، يعني ذكر التمر والقمح والشعير والملح، قال هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال، فيدخل معها كل مطعوم مدخر، لأن كل هذه الأشياء قالوا مطعومة مدخرة، كلها أكل وكلها يمكن تدخر، يعني تبقى ما تخرب مع المدة، مو مثل الفاكهة، الفاكهة تخرب مع المدة، هذه لا ممكن تدخر، فقالوا كل مطعوم مدخر، فيدخل العيش الرز، يدخل الباقلاء، الحبوب كلها تدخل في هذا، قالوا لأنها كلها إيش؟ مما يعني يطعم ويدخر، قاسوها على التمر والشعير والقمح والملح، فقالوا كل مطعوم مدخر يجري فيه ربا الفضل، وإذاك يشترط فيه إيش؟ مثلا بمثل ويدا بيد، إذا كان بجنسه ونوعه، أو إذا كان بجنسه دون نوعه فإنه لابد أن يكون يدا بيد، إذا كان لا جنس ولا نوع لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. واضح ولا؟ ترى يعني هذه من الأمور الصعبة نأخذها في دروس الفقه التفصيلية، لكن يعني دعم نسولنا جاوب عنها بعد الآن.